وما زلنا مستمرين معاكم في الحلقة الخاصة بالأكل الصحي، واليوم بنسوي معاكم اللي هو طبق السمك وبنقدمه مع العيش البني، ونبتدي أن نحن ندق اللي هي الليمون جراس عشان نطلع اللي هي الفليفر او الطعم. شو بنسوي؟ بنفور الماي، نشل الليمون جراس ونحط العيش ونسلقه عادي مع الملح مع شويه من الزيت، وبعدين نشغله ونرده في الجدر عادي مثل اي نوع من انواع العيش. باخذ هنا عندي السمك عشان اتبله، ونبتدي ان نحن نتبلها. بنضيف لها شويه من زيت الزيتون، عندنا اللي هو الفلفل الاسود، فهني عندنا الملح، وبضيف رشة الكمون أو السنوت مثل ما نقول عنه. بحط لها شوية من البابريكا تعطي لون وطعم في نفس الوقت. هني عندي التوابل، ولا تنسون أن النكهة بتي من الصوص اللي أنا بسويه. وهي هي الخضرة، بتلاحظون أني أنا ما بسويها سوا كامل، بس مجرد أنها تذبل عندي بتكون عندي جاهزة. عندي هني بضيف شوية من الزنجبيل والثوم، وعندنا هني بالنسبة لصلصة الأوستر أو اللي هي صلصة المحار، هاي تعتبر من الصلصات الحلوة يعني حامضة وحلوة في نفس الوقت. طبعا هاي هي الوصفة. أنا بعدين بعد ما يبرد شوي عندي أو يفتر عندي الصحن، ببتدي إني أرش عليه شوية من البصل الأخضر المفروم، وهي تعتبر نوع من أنواع الزينة. جربوا هاي الوصفة وإن شاء الله تنال على إعجابكم. الأكل الصحي من الأشياء المهمة أن الواحد يعني يحتاجها، حتى الناس اللي ما يعانون من الأمراض يحاولون شوي يبدلون اللي هي عاداتهم الغذائية، لو مرة واحدة في الأسبوع أو مرة واحدة في الشهر يحاولون لهم يأكلون أكل صحي، لأن الجسم يحتاج كل هاي العناصر. جربوا هاي الوصفة وإن شاء الله تنال على إعجابكم، وعليكم بألف عافية.